يلا بينا. طيب تعالوا النهارده قبل ما ماشي. نبدأ، عشان ادهم طلب مني اعمل مسابقه وانا ما اقدرش اكسر خاطر ادهم، انتوا عارفين يعني الحوار ده. فاحنا هناخد الدرس الرابع مع بعض وننهيه بسلام وامان، وبعد كده بقى نخش على مسابقتنا. اتفقنا؟ يلا ادهم شرفه والحمد لله. تمام. يلا بينا. الحمد لله على السلامه حبايبي. السلام الحصه عليكم. الحصه وعليكم السلام يا ادم. يا جماعة ممكن بقى نخلص بسرعة عشان نلحق المسابقة لو سمحت حبايبي. حصة النهاردة عظيم. يعتبر ما فيهاش معلومات جديدة، كلها حاجات انتوا اللي هتقولها لي مش انا. اتفقنا مع بعض واتكلمنا المرة اللي فاتت على الأجهزة الكهربية، صح ولا لأ؟ واتفقنا ازاي الطاقة بتدخل في الأجهزة وبتخرج منها. طيب تعالوا ناخد النهاردة بقى مفهوم اسمه مفهوم حفظ الطاقة. مفهوم حفظ حفظ الطاقة. الطاقة، حفظ احنا الطاقة حفظنا بيقول لي الطاقة ايه؟ خلاص كده من الدرس ده، الدرس الرابع حفظنا الطاقة كلها. ماشي. ده آخر درس. مفهوم حفظ الطاقة ده حبايبي بينطبق على أي جهاز، يعني أي جهاز لما أجي أسألكوا وأحرجكوا وأقول لكوا هو بينطبق على الأجهزة، تقولوا لي اه يا ميس بينطبق على الأجهزة. طيب بيقول لي ايه بقى مفهوم حفظ الطاقة ده؟ بيقول لي ان كل الطاقة اللي داخلة لأي جهاز، يعني اي طاقة انا بدخلها الجهاز لازم تخرج كاملة. يعني ايه يا ميس؟ مش فاهم. يعني عندكم تمام. الغلاية دي مثلا، وعليكم السلام، عندكم الغلاية دي مثلا بيخش لها طاقة ايه يا جماعة؟ كهربائية عادي، طاقة كهربية. كهربائية، طاقة كهربائية. كهربائية، الله كهربائية. ينور. لو انا جيت مثلا قلت لكم انا هدخل لها 10 جول طاقة كهربية، يبقى لازم يخرج منها 10 جول برضو. يبقى تاني انا لو جيت القلاية بس الهوائية، كهربائية، بس فيها طاقة كهربائية ما وحرارية. انا كنت لسه هتكلم في الموضوع ده يا ادهم، اصبر عليا جماعة. لو انا عندنا القلاية الهوائية دي دخلت لها طاقة 20، يبقى لازم يخرج منها طاقة بتساوي كام؟ 20، 20. 20. طب لا، طب لو مكنة الخياط اللي دخلت لها طاقة 1000000، يبقى لازم يخرج منها طاقة كام؟ مليون، مليون. مليون. طب قولوا لي، مليون. هو انا لما اجي ادخل لها طاقة كهربية لازم تطلع طاقة كهربية برضو، ولا لازم تتحول لصورة اخرى؟ بتحول لازم لصورة تتحول أخرى، لصورة اخرى. زي ما الله احنا في ينور. العيد كنا بنقول صورة أخرى. الطاقة لا تأتي من العدم الله عليك، ولا تفنى، لكن تتغير لصورات مختلفة. شاطر. قانون بقاء الطاقة ده، الله ينور. يبقى تاني يا جماعة بقى، ايه ده اللي قاله آدم دوت؟ اسمه قانون بقاء الطاقة. لكن اللي انا بقوله ده اسمه مفهوم حفظ الطاقة. إيه يا ميس، ايه مفهوم حفظ الطاقة ده؟ قال لي كل الطاقة الداخلة لأي جهاز يجب أن تخرج كاملة. لو دخلت 20 يطلع 20، لو دخلت 1000000 يطلع 1000000، بس يا ميس على شرط، لازم ايه؟ لازم يتحول لصورة أخرى. قال يا ميس طب ممكن يطلع بنفس الصورة؟ اه ممكن، بس أغلبية الوقت بيتحول لصورة أخرى، زي ما هنشوف مع بعض في الأمثلة اللي جاية. مس ممكن يلا بينا. يسأل سؤال، مس ممكن أسأل سؤال. اتفضل يا ادم. طب لو احنا يا مس جينا في فرن الكهرباء ويا مس الكهرباء كانت زيادة على الفرن، هل يا مس الكهرباء الزيادة دي ممكن اللي هي تخليه يعني يحصل في حاجة طبعا الطاقة بس ما الزايدة؟ ينفع حبيبي، هو كل فرن بياخد طاقة مقدار معين من الطاقة، هو بياخد المقدار دوت. هو الفرن بيبقى مصمم ان هو ايه، يدخل له مقدار معين من الطاقة وبيستهلك المقدار ده. تمام اوكي يا مس. اوكي حبيبي. حبيبي يلا بينا بقى، انتوا اللي هتقولوا لي اللي قدامكم ده اسمه ايه؟ استشواء، استشواء، استشوار او مجفف الشعر. نظف ايه هو الشعر، وظيفة مجفف الشعر؟ تجفيف مجفف الشعر. الشعر، تجفيف الشعر. اه يعني ايه؟ مين؟ يعني يا جماعة، يعني هو بيعتمد على ايه يا جماعة؟ ايه هي الطاقة اللي احنا لازم نحصل عليها عشان يشتغل؟ الهواء، هو بيحصل على ايه، الطاقة الكهرباء، الكهربائية. طاقة لا لا لا، كهربائية.
هو ايه بمعنى يا اصل هو كهرباء؟ تتحول هو ايه؟ لصرخة وتتحول لهواء مش حبيبي كل اللي قلتوه غلط. انا بقول لا مش لك طاقة كهربائية ولا حرارية، فيها طاقة هوائية. غلط حبايبي. ممكن تسمعوني بقى جماعة؟ يوسف ركز معايا، يوسف يوسف ركز معايا عشان هسألك انت اول واحد. جماعة هو مجفف الشعر ده ايه وظيفته الأساسية؟ اللي هو بيجفف الشعر، تمام؟ زي القرد ده كده. بصوا القرد، استنى. طب عشان القرد ده شعره يبقى عدل ويبقى ستريت ويبقى مظبوط لازم طاقة حرارية. هو اللي بيعمل شعر القرد ده هو الطاقة الحرارية، السخونة بتاعة الطاقة الحرارية هي اللي بتخليه يا لطيف يا أدهم يا لطيف. هو اللي بتخليه هو اللي بتخليه شعره جميل كده زي ما انتوا شايفين في الصورة. يبقى تاني جماعة، يبقى ايه هو ايه اللي بيخلي مجفف الشعر يعمل وظيفته الأساسية؟ الطاقة الايه؟ الكهرباء، طاقة الكهرباء. حرارية. لا يا ادم، مش بقول لك احنا بندخله طاقه ايه؟ بقولنا هو طاقة عشان حرارية. يشتغل وظيفته الطاقة النتيجة طاقة حرارية. ايوه حرارية. الحراريه. الحراريه هي اللي احنا عايزينها. أو جماعه الفرق. احنا بنشتري الاستشوار دوت عشان نحصل منه على الطاقه الحراريه. هو بيطلع طاقات تانية، بس الطاقات التانية دي احنا بنسميها طاقات مضاره، يعني هي بتبقى موجوده لكن ملهاش لازمه، احنا مش بنستخدمها. احنا في المجفف بنستخدم بس الطاقة الايه يا جماعة؟ الحرارية. حرارية. يلا بينا بقى، يلا بينا يا هدى، نعم. يلا حبيبتي. مجفف الشعر يا هدى ينفع اطبق عليه مفهوم حفظ الطاقة؟ بس معايا هدى؟ ايوه معاك يا بس. ممكن اطبق عليه مفهوم حفظ الطاقة؟ ايوه ممكن يا ادهم اطبق عليه مفهوم حفظ الطاقة؟ ناس تعرف صوتك بيعلق ايه؟ بقول لك حبيبي المجفف نطبق عليه قانون حفظ الطاقة؟ مثلا كام؟ بقول نعم يا نص، حضرتك بتقول ايه؟ نص والله الصوت ايوه يا نص، سلسة. صوت حضرتك بيعلق. طب يا ادهم كده سمعني. يس، بس بيعلق شوية. ما اقول لك يا حبيبي المجفف الكهرباء دوت ممكن اطبق عليه قانون حفظ الطاقة او مفهوم حفظ الطاقة؟ طيب ليه يا حبيبي؟ عشان هو جهاز ايه؟ جهاز من جهاز جماعة كهربائية أو الله كهربي. ينور عليك، جهاز كهربي. طب قولي يا أدهم ايه هي الطاقة الداخلة أو المدخلات اللي بدخلها له؟ الطاقة الداخلة هي الطاقة الكهربائية، بس أمال المخرجات هنا زي الطاقة الناتجة عن الطاقة الحرارية لا ما تقولش. والصوتية شكرا شكرا والحركية. أدهم. أدهم مش طالما ما قلتلكش لو سمحت ما تقولش. يلا ميرال حبيبتي كلميني شوية عن المخرج بتاعك المجفف الكهربي. صوتك سامعك كويس، مش سامعة معلش. بتقول مش سامع كويس. بقولك يا حبيبتي ايه الطاقة الناتجة عن المجفف الكهربي؟ طاقة صوتية طاقة حرارية وطاقة صوتية وطاقة صوتية. شاطرة. ايه كمان؟ وطاقة هوائية وهواء وايه معلش؟ وهواء الهواء ده بيعمل طاقة ايه بقى؟ بيعمل طاقة حركية. شاطرة، شكرا يا ميرال، ممتازة. يبقى يا جماعة المجفف فعلا أول حاجة عملها طاقة حرارية. يا جماعة الطاقة الحرارية هنا هي أهم حاجة، لأن هي اللي بتعمل وظيفة الجهاز أصلا، هي دي اللي احنا عايزينها من الجهاز. هو احنا الجهاز ده بص عايزين، بصوا هنا كده من صوتك هشاور لكم بيعلق. كده كويس. بيقطع. مش عارف كنت كويس. بقول لك يا ادم ان الطاقه الحراريه هي اللي بتعملي وظيفه الجهاز اصلا وبتخليلي الشعر ايه مفرود وكويس.
ينفع اقول هنا يا يوسف؟ نعم. يا يوسف ينفع اقول هنا على الطاقة الحرارية طاقة مفقودة؟ ينفع ولا لا؟ مش نعم. ممكن ان عادي نسوي مسابقة لكل واحد تحسبينه من بداية الفصل ده الثاني كامل، تحسبي لكل هنشوف واحد حتم، هنشوف موضوع عن المسابقة ده الوقت. عشان مش وقته حبيبتي، وأنا بشرح مش وقته الموضوع المسابقة. يلا بينا يا يوسف. الطاقة الحرارية طاقة مفقودة ولا لأ؟ بس انا ده معايا يا يوسف. طب يلا يا آدم. لا يا مصر. بيس الله الله ينور. الله ينور. الطاقة الحرارية ما ينفعش أقول عليها طاقة مفقودة، ليه؟ علشان دوت من وظيفة الجهاز الأساسية الطاقة الحرارية. طب مين شاطر يقول لي إيه هي الطاقة المفقودة هنا بس انا عارف غير آدم بقى؟ يا جماعة فين هنا الطاقة المفقودة؟ يلا يا هشام، نعم. ايه هي الطاقة المفقودة هنا؟ الحرارية ولا الصوتية ولا الحركية؟ الطاقة المفقودة ايوه يلا ميرول. مش دقيقة. انتي رفعتي ايدك. ايه هي الطاقة، ايه هي الطاقة المفقودة هنا؟ طاقة كهربية. هو في هنا كهربية اصلا في المخرجات؟ بصي كده يا ميرال، ان الطاقة الناتجة عندك كام حاجة؟ حرارية، صوتية، حركية. حبايبي عارفين ايه الطاقة المفقودة دي؟ الطاقة اللي ملهاش صوتي لازمة. الصوتية. الله ينور. الصوتية. جماعة هو صوت الاستشوار ده ليه لازمة ولا ده عبارة عن حاجة بتزعجك وضجيج؟ تزعجك بس طيب. مفيش غير شام اللي بيتجاوب معايا، خلي بالكوا يا جماعة. فين آدم وأدهم ويوسف؟ فين والله مش الرجال؟ بجاوب معاكي، مش سامعة، انت بتبقى قافل المايك. بس لما انا باجي اجاوب بتقولي لي استنى لما اخلص. والله انت معاك حق يا ادم، شاطر. بس لما اسأل يعني جاوب، لكن لو ما سألتش خلاص يبقى انت الله ينور شاطر. ماشي، يبقى هنا يا ادم ايه هي الطاقة المهدرة؟ الطاقة الايه هنا؟ الطاقة يا مصر المحاضرة ايوه الكهربائية. اتفرج اهو، اتفرج حبيبي ركز. هو هنا في المخرجات اساسا كهربية؟ ده حرارية لا وصوتية وحركية. يبقى الحرارية فين؟ المفقدة. ثانية ثانية. الصوتية. لا ثانية. ايوه صح، الصوتية. الصوتية. ليه يا جماعة؟ عشان الصوتية هو صوت الاستشوار ده ليه لازمة؟ احنا بنستخدمه في حاجة؟ لا لا. يبقى تاني يا جماعة الطاقة الصوتية بتاعة المجفف احنا مش بنستخدمه في حاجة، لكن هنا الطاقة الحرارية بنستخدمها في المجفف ولا لا؟ طب مين هنا الطاقة المهدرة، الصوتية ولا الحرارية؟ الصوتية الصوتية. يبقى صوتية مين يا أدهم الطاقة المهدرة، الصوتية ولا الحرارية؟ الصوتية. بس ازاي؟ ما هو بس لو ما كانش فيه طاقة صوتية الهواء ما كانش هيجي، يعني الله ينور. يلا عشان يا يكون هدى. الهواء طاقة صوتية يعني. الله ينور يا قلبي. يلا يا هدى. نعم. يلا حبيبتي. صوت مجفف الشعر ده يعتبر طاقة مهدرة ولا طاقة ليها لازمة؟ طاقة مهدرة شاطرة. ليه؟ لأن مش بنستخدمه في حاجة غير بيزعجنا. شطورة يا هدى، بجد شطورة ممتازة، شكرا. هدى قالت لي علشان يا ميس الطاقة الصوتية دي مش من وظيفة الجهاز الأساسية، هي طالما مش من وظيفة الجهاز فهي طاقة مهدرة ملهاش لازمة. طب قولي يا يوسف، هو الطاقة الحرارية في المجفف ليها لازمة؟ طب في المصباح الكهربي ليها لازمة؟
ليه؟ في المصباح الكهربي الطاقة الحرارية ليها لازمة؟ طب قولي ايه لازمتها؟ هو انت السخونة او الطاقة الحرارية في المصباح انت بتستفيد منها بايه؟ قولي. بس ميرولي. انا عارف تستفيد منها في ايه. الطاقة الحرارية يا ميرول في المصباح الكهربي طاقة مهدرة ولا طاقة أساسية؟ الحرارية الحرارية في المصباح الكهربي الحرارية اللي هي لازمة مش مهدرة. ليها لازمة ولا طاقة مفقودة؟ لا ليها لازمة. في المصباح يعني مثلا في المصباح الطاقة الضوئية ليها لازمة، بتنور لنا الأوضة، الطاقة الضوئية بتنور لنا الأوضة، لكن في المصباح الكهربي الطاقة الحرارية الحرارة السخونة دي ليها لازمة؟ ليها لازمة يا ميرال؟ لا ميرال ملهاش لا لازمة، يبقى دي طاقة مفقودة ولا طاقة أساسية؟ مفقودة. طب قولي لي بقى، الطاقة الحرارية في المجفف في الشعر ليها لازمة ولا مفقودة على الفاضي ملهاش لازمة؟ الطاقة الحرارية في مجفف في الشعر ليها لازمة ولا لأ؟ أساسي. الله ينور، شطورة. يبقى يا جماعة أنا بسأل نفسي، هو الطاقة ديت ليها لازمة في الجهاز ده؟ بتعمل لي حاجة؟ يبقى طاقة أساسية، لكن ما بتعملش حاجة تبقى طاقة مهدرة ملهاش إيه؟ ملهاش لازمة. في مشكلة؟ حد مش فاهم؟ ده الطاقة حرارية يعني، بس اللي ملهاش لازمة. مش شرط يا أدهم، هي طب في هي المجفف، بقوة ضوء، هي بقوة ضوء. في المصباح صح؟ اي مس بس هي بقوة ضوء. بيبي هو مش في المجفف ليها لازمة؟ جماعة عندنا بعد أيوة. كده ايوه بقى أجهزة، عندنا بعد كده أجهزة بتخزن الطاقة، حد يقدر يقول لي إيه الجهاز اللي ممكن يخزن الطاقة جواه؟ الجوال. لا الإيه؟ البطارية، ايوه الجوال. البطاريه دي، الجوال او البطاريه دي بتبقى جوه المحمول. الله ينور عليكم. يبقى انا عندنا جماعه المحمول دوت من ضمن الحاجات اللي بتخزن الطاقه. طب يلا بينا كده يا ادم. بس ومثلا ينزل العجل والعربيات عشان يبقوا مخزنين طاقة وضع. الله ينور. يلا يا ادم قولي ايه المدخلات في الموبايل؟ بدخله طاقة ايه؟ كهربائية. شاطر. احنا اول حاجة بنحطها فيشة الكهرباء فبندخل طاقة كهربائية. طب والطاقة الكهربائية بتفضل كهربائية ولا بتتحول لحاجة تانية جوه البطارية؟ بتتحول لحاجة تانية جوه البطارية. تحول لطاقة ايه بقى؟ ضوئية. غلط. يلا كيميائية. يلا، قلت ايه؟ كيميائية يا مس. الله ينور الله ينور يا جماعة، هو طاقة كهربية هتتحول للكيميائية جوه قلت يا مس البطارية. طيب عشان يا طيب مس احنا يلا كنا بينا قلنا يا هدى. اللي جوه البطارية بتبقى طاقة كيميائية. الله ينور. نعم يا طب مس. يا هدى، بعد ما الموبايل يتحول لطاقة فيه كيميائية جوه البطارية يلا بينا نشغله بقى. لو أنا عايزة أشغل صورة مثلا يبقى الكيميائية هتتحول لإيه؟ ايه واحدة هو مني مثل اللي بيجاوب. انا قلت هدى. طاقة أخرى، تحاول لطاقة أخرى. ايوه ايه بقى؟ لو انا دلوقتي اخر حاجه تحول ليها الكيميائيه، انا دلوقتي عايزه اشغل بقى موسيقى على موبايلي، عايزه اسمع قرآن، عايزه اتفرج على الصور، كل دوت ايه اللي هيحصل عشان طاقة الطاقه ضوئية تتحول، هتتحول من ايه لايه؟ من طاقه كيميائيه الى طاقه ايه او ايه او ايه؟
المنطقة الكيميائية يلا بينا يا هشام. طاقة ضوئية وصوتية وحرارية. نعم يا مس، شاطرة شاطرة. لو أنا عايزة أتفرج على صورة يا هدى، يبقى الطاقة الكيميائية هتتحول لطاقة إيه؟ صورة. تتحول لطاقة عشان يا مس لما احنا إيه قلنا إيه؟ نبذل آدم. آدم اتفقنا على إيه؟ آدم. أنا عايزة هدى لو سمحت. يلا يا هدى حبيبتي، الصورة يعني ضوء، يبقى الكيميائية هتتحول لإيه؟ طاقة ضوئية. طب لو أنا عايزة أسمع قرآن، يبقى الكيميائية هتتحول لإيه؟ طاقة صوتية. ولا ومين اللي احنا دايما نقولها الطاقة المهدرة هنا؟ مين بقى الطاقة الإيه؟ طاقة حرارية. لأ الطاقة الصوتية هنا يا جماعة مش مهدرة، لأن ليها لازمة. هو أنا مش بسمع بيها قرآن يبقى إزاي مهدرة؟ دي مش مهدرة، لكن في بس هنا أنا طاقة أدم مهدرة ملهاش لازمة. مين يا مين يا أدهم صوتية الطاقة المهدرة صوتية هنا؟ يعني الحرية حرية 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 حرية. الحرارية. حبايبي بس أنا مش الطاقة غلط. المهدرة هنا الحرارية. جماعة هو الموبايل لما ما ممكن بيسخن، يسأل حاجة. ثانية واحدة يا آدم، هو الموبايل لما بيسخن أنا بستفيد بالحرارة دي بحاجة؟ لا يبقى طاقة إيه؟ الطاقة المهدرة هنا هي الطاقة الحرارية. يبقى إيه هي مس الطاقة المهدرة؟ زمان كنت الطاقة عوائق. الحرارية يا مس بتيجي من بس مش موجودة في كل التليفونات يا مس. لا لازم يبقى في كل التليفونات. لو لا جرب يا كده مس يا أدهم تمسك الموبايل حبة حلوين هتلاقي الموبايل سخن منك. لازم لا يا مس في حاجة تانية يا مس. في النوع الهواء زي الأبل يا مس. الهواء ممكن زي الكاميرا بتاعته بس اللي بتسخن، علشان الحتة اللي هي بتسخن فيه بس هي اللي بتكون حديد. بتكون عايزة حديد. أقولك على حاجة يا أدهم، بغض النظر يعني مش هنطول في الموضوع ده، أنا موبايلي قابل وبيسخن عادي. فيا جماعة أي موبايل أو أي جهاز كهربي عموما بينتج عنه طاقة حرارية، جماعة خلي بالكم لازم الأجهزة الكهربية بينتج عنها طاقة حرارية وبتبقى طاقة مفقودة، ما عدا طب بس ينفع إيه، أنا ما عدا أسأل حاجة؟ المجفف. نعم اتفضل يا أدهم. طب أنا يمس بس كنت أقول لما احنا يمس نيجي كده نشوف هنلاقي لما التليفون يعمل طاقة ضوئية، الطاقة الضوئية يمس هتنتج منها طاقة حرارية. حبيبي الطاقة الكهربية جزء منها بيبقى ضوئية، جزء منها صوتية، وجزء منها بيفقد في صورة طاقة حرارية. ماشي يا مس. مش الضوئية بتبقى حرارية، غلط. لو قلت الضوئية تبقى حرارية غلط، الكهربية هي اللي بتبقى حرارية. فأنا طيب يلا ايوه بينا مس. يا بس لان يا مس احنا بنستخدمه كتير فالجهاز بيسخن. بالظبط حبيبي. يلا بينا يا مس يوسف المسابقة. قرب. يلا يا يوسف، لا يلا حبيبي. التلفزيون الكهربي بدخله طاقة ايه؟ كهربائية. شاطر شكرا. يلا بينا يا ميرال. لا يلا يا هشام، هشام ما جاوبتش معلش. يلا يا هشام، ايه هي الطاقة الخارجة يا هشام؟ حاجة كهربائية غلط، بقولك الطاقة الخارجة صوتية. أنا عارف أنا صوتية. عارف. وإيه لا كمان؟ يا مس واحد وإيه كمان يا هشام غير الصوتية؟ مس أنا هو عارف. هو التلفزيون ممكن تستخدميه في إيه كمان غير غير النت تتفرجي عليه؟ طاقة هو ضوئية. بيعمل صوت بس ولا صوت وصورة؟ لا بصورة طاقة. بيطلع ضوء. يبقى مس طاقة، وفي حاجة كمان يبقى طاقة طاقة ضوئية وطاقة ضوئية ايه؟ ضوئية صوتية وحرارية. ضوئية. وايه كمان؟ صوت. نعم مس طاقة ضوئية. وايه كمان؟ صوتية. وايه كمان؟ في واحدة تالتة كنا كل ما نتزنق نقولها. احنا قلنا يا جماعة الحرارية. قلنا ايه؟ الحرارية قولي يا هشام. حرارية. شاطرة يا جماعة، مش قلنا كل الأجهزة الكهربية بينتج عنها طاقة حرارية؟
حتى طب احنا بنعرف الطاقة الحرارية منين في التلفزيون؟ لما نيجي نلمس التلفزيون بنلاقيه سخن كده، السخونة دي جت من الطاقة الحرارية. يا أدهم حبيبي اوعى تجاوب غير في دورك مرة تانية لو سمحت، ما تجاوبش غير في دورك يا أدهم لو سمحت. يبقى تاني يا جماعة، يبقى تاني، أنا بدخل التلفزيون كهربا. طب يا جماعة بدخل التلفزيون كهربا عن طريق سلك مصنوع من الإيه؟ سلك مصنوع من الكهرباء. لا السلك، السلك مصنوع من النحاس، السلك بتاع التلفزيون مصنوع من النحاس. يبقى تاني، أنا بدخل له طاقة كهربية عن طريق سلك مصنوع من النحاس، وبطلع كم نوع من الطاقة؟ ثلاثة، طاقة صوتية بنسمعها، وطاقة ضوئية بنشوف بينها الصورة، وطاقة حرارية. قوليلي يا ميرال، أنهي واحدة فيهم الطاقة المهدرة؟ بس فوق الحاجة أنا عايزة ميرال تجاوب. الطاقة الحرارية. شطورة، شكرا. طب ليه ما قلتيش الصوتية يا ميرال؟ لأن احنا نسمع تلفزيون أو نسمع قرآن لازم نسمع الصوت. عشان هي من ايه، من وظيفة الجهاز الأساسية، عشان هي من وظيفة الجهاز الايه، أساسية. احنا بنستخدم التلفزيون عشان نسمع الصوت، فالطاقة الصوتية من ايه، من الحاجات الأساسية. شكرا ميرال، يلا بينا يا يا أدهم. أدهم معايا؟ انت قافل المايك. نعم يا أستاذ. يلا يا أدهم، إيه هي الطاقة الداخلة في المكنسة الكهربية؟ كهربائي. طاقة كهربية، شكرا. يلا يا آدم، إيه هي الطاقة الخارجة؟ الطاقة مثل حاجة صوتية. أول حاجة بتعملها الطاقة الصوتية، صح؟ إيه كمان؟ وإيه كمان يا مس؟ بص كده اقرأ، بيقول لك إيه؟ طاقة نقط تحدث لما تتحرك المكنسة وتلتقط الغبار. طاقة حركية. شاطر. طب ودي طاقة أساسية ولا مهدرة الحركية دي؟ أساسية. أساسية طبعا. يا جماعة هي وظيفة المكنسة إيه غير إنها تلقط الغبار والإيه والحاجات اللي بتبقى في الأرض، فدي طاقة أساسية. طب إيه كمان يا آدم؟ بيقولي تتمثل في الضجيج الصادر من الجهاز. الطبيب الصادر من الجهاز. يعني الدوشة بتاع اللي بتعملها. الطاقة الصوتية. شاطر. طب ويا يوسف، الطاقة الصوتية هنا في المكنسة ليها لازمة ولا دي دوشة على الفاضي؟ لا لازم. تاني، طيب ايه لازمتها؟ يعني دلوقتي دي مكنسة كهربية، أكيد أنت عندك في البيت مكنسة. طيب الصوت اللي بتعمله المكنسة يا يوسف ليه لازمة ولا دي دوشة بتزعجنا وخلاص؟ يبقى طاقة مهدرة ولا طاقة أساسية يا جماعة؟ محترم. شكرا يا يوسف. طيب يلا يا هدى، ايه كمان يا هدى؟ بيقولي طاقة نشعر بيها عند لمس الجهاز أثناء تشغيله. الطاقة اللي لازم بتكون موجودة في كل الأجهزة الكهربية، قلتها كتير قوي. طاقة حرارية. شطورة. يبقى ايه الطاقة اللي احنا لما بنلمس الجهاز بنستشعر بالسخونة بتاعتها؟ هي الطاقة اللي ايه يا جماعة؟ حرارية. الحرارية. بيبي في حاجة صعبة؟ لا يا مس، كله سهل. مين بدأ نسوي المسابقة؟ يلا بينا بقى حبايبي، احنا كده خلصنا المفهوم الاول كله. المفهوم الاول كله احنا خلصناه. ها يا مس، مس، يلا بينا، يلا بينا نبتدي بقى. يلا مش يلا بينا. اول مش واحد ادهم. انا بقرأ على حسب القائمة، بقرأ عشوائي يعني. يلا يا ادهم. مش مش اقرأ يا آدم وجاوب. يلا
الطاقة الضوئية في جميع الأجهزة التالية ما عدا المكتبة والمصباح والكشاف البيانو. البيانو يا جماعة، كل الأجهزة بتعمل ضوء ما عدا البيانو. يلا بينا يا آدم. جماعة ايوه اللي يا مس، هيتخطى، ما خدتش باله، اقسم بالله يا مس المايك مقفول. طب يلا أسرع. الطاقة الداخلة الطاقة للغسالة الكهربائية هي الجديدة، طاقة نقط. هو ايه يا مس؟ ما سمعتش. الطاقة الداخلة للغسالة الكهربائية هي طاقة نقط. كهربائية. شكرا. يلا يا يوسف. نعم. حبيبي في الجرس الكهربي، خلي بالك بيقولك الجرس الكهربي تتحول الطاقة نقط إلى طاقة صوتية. كهربائية. شكرا. يلا بينا يا شام. يلا يا مس، يلا حبيبي مدخلات اقرأ. الطاقة للهاتف المحمول هي الطاقة الكهربائية. شكرا. يلا بينا ميرال. يلا حبيبتي. مجفف الشعر وغلاية المياه ينتجين طاقة ضوئية ووضع كهربية حرارية كهرباء طيب حرارية. شاطرة. أيوة كده، هما المجفف بيديكي كهرباء يعني بيكهربك، ولا بيديكي حرارة عشان تعملي شعرك؟ اتنين حرارة عشان أعمل شعر. شكرا ميرال. يلا بينا هدى. نعم يا مس. ثانية كده. يلا بينا يا هدى اقرأي كده. بيقولك ايه؟ أكمل سلسلة صور الطاقة لإعادة شحن بطارية المحمول. احنا اتفقنا يا هدى أي سلسلة صور الطاقة بتبتدي بإيه؟ صورة الطاقة بتبتدي بإيه؟ اه سلسلة صور الطاقة أخدنا قبل كده بتبتدي بإيه؟ سلسلة صور الطاقة. كده هو ده ناقص الدرجة. يلا بينا من الأول. يلا يا أدهم. سلاسل صور الطاقة يا أدهم بتبتدي بإيه؟ بطاقة الإيه؟ نعم، غاز الطبيعي الطاقة، محطة توليد الطاقة، يا جماعة قلنا أي سلسلة لصور الطاقة بتبتدي بطاقة مين؟ بطاقة يعني مس، أي سلسلة لازم تكون فيها طاقة إيه يا مس؟ اه طاقة كيميائية يا مس. غلط كده. أدهم خسر. آدم مش ينفع أقول طاقة كهربائية. غلط. يلا يا شام. لا يوسف الأول. سيمس يوسف غلط. سيمس فاهمني، بس سيمس ازاي غلط؟ يلا يا يوسف. سلسلة صور الطاقة بتبتدي بطاقة ايه؟ مالكوش دعوة بالسؤال اللي قدامكم، احنا نعم، أخدنا قبل كده سلاسل صور الطاقة بتبتدي بإيه. يلا يا شام. كيميائية. غلط. يلا بينا يا ميرال. طاقة حرارية أو شمسية. ايوه قلت ايه ميرال؟ طاقة حرارية أو شمسية. طاقة حرارية ضوئية للإيه؟
طاقة ضوئية يا مس، هي وشمسية. قالت حرارية أو شمسية، يعني إيه يعني يا مس؟ حبايبي مش احنا قلنا ان اي سلسلة لصور الطاقة بتبتدي بالطاقة الشمسية؟ ماشي يا مس، بس هي قالت كده أو كده، هي المفروض تقول واحدة بس. ماشي، وحاليا ما هو الطاقة الشمسية بتديني ضوئية وحرارية، ما هي الطاقة الشمسية بتديني ضوئية وحرارية، لا، وقلنا هي الكلام ده. قالت يا مس ضوئية، هي قالت ضوئية أو حرارية. ما تشغلش بالك يا آدم، هي قالت ايه؟ المهم انت عرفت الإجابة.